شغالة قلت طيب هنقعد نعملها تاني. اتفضل يا شغلت؟ تمام. مواصلة ماشي دلوقتي انا بادي مواصلة يا عبد الله. ايه ده يا عبد الله؟ دلوقتي انا عندي كام نقطة؟ 14 نقطة صح؟ خلي بالك من حاجة، هم 14 احنا هنا مش حاطين نقطة الكاميرا الفرعية. هي الكاميرا الفرعية معلومة. لو انا دلوقتي جيت على الدايرة دي وانا بعد ما عملت الديجرام عايز اعمل دايرة ابسط، فمعنى ايه دايره ابسط؟ عايز ابسط الدايره عشان اسهل على نفسي في التوصيل، مش عايز احط الكونتاكتات دي كلها. شوف ممكن نعملها كام كونتاكت. اول حاجه كده هحايل ايه، انا بدل ما هحط الموتور اشغله باثنين كباستور هشغله بكباستور واحد هشغله باثنين كباستور. مجرد الكلمه اللي انا قلتها دي اني جبت كباستور بكلام فاضي وهوصله، وفرت على نفسي توصيلات قد ايه؟ وفرت كام كونتاكت؟ اربع كونتاكتات بحالهم اتلغوا، اللي هم ايه؟ 4 تي بي و8 تي بي صح؟ تمام. وجيت رحت قايل انا مش هعمل، هستخدم مفتاح واحد للسخان، مش هستخدم اقتصادي. شلت كونتاكت تاني، شلت 5 بي الصغير ماشي؟ وجيت رحت قلت طب انا هعمل مفتاح اون واوف، فمش محتاج ان انا اعمل اتنين كونتاكت على التايمر، شلت واحد كمان. طلع لي بقى كام كونتاكت اللي موجود؟ بقى عندك 3 تي، هو اللي وصل. اكتب معايا 3 تي 5 تي 3 تي و 5 تي 6 بي و تي 6 بي و تي 7 بي وتي و10 تي 7 من كام؟ من 14 نص. شفت انت دلوقتي الدايره دي كلها قللتها ازاي؟ طب تعال نخش في مرحله تاني. تعال دلوقتي ان التايمر ده فيه كونتاكت باظ وانت راجل فاهم ومعاك للدايره دي الديجرام ومعاك الدايره وكونتاكت زي كده سعره عدى، التايمر زي كده سعره عدى، ممكن نعمل ايه؟ انا دلوقتي نقول ان العصر ما بقاش شغال، كونتاكت العصر باظ بتاع الكباستور ولا بتاع العصر نفسه؟ انا دلوقتي بقى عندي ان كونتاكت العصر باظ، سواء الكباستور او سواء ده. تمام. ممكن اعمل ايه؟ راجل فاهم دلوقتي. ممكن اعمل ايه؟ بما ان انا فاهم هروح، انا عندي العصر مشغل على كام كونتاكت؟ 3. اكيد مش 3 هيبوظوا مره واحده. اه. كونتاكت باظ، ليه كباستور او العصر. هروح حاطط كباستور تاني اضافي واعدل على الدايره، بدل ما هي كان فيه الكباستور، بدل ما يبقى الكباستور موجود على ثلاث بطول عصر شغال على ثلاث كونتاكتات اشغله على كونتاكت واحد. تمام. الكباستور اللي متوصل على طول على الكباستور متوصل دائم وكده كده هفضي واحد ثاني تبع السرعه البطيئه. ولا عملت السرعه البطيئه ممكن اروح مفضي 4 كونتاكتات، يعني ممكن دايره تبقى موجوده فعليا بس لازم تكون بتعرف تقرا دواير وبتعرف توصل دواير. تجيب الرسمه، تجيب الدايره اهي وهتروح لاجي، تيجي على هنا هتبقى عامل ايه؟ لاجي 4 بي ولاجي 4 تي ولاجي الكلام ده كله، وتروح حاطط كباستور دائم ما بين التقويم والتشغيل، وحاطط كباستور دائم ما بين التقويم والتشغيل. يبقى كل يبقى هيبقى هو من الدايره دي كلها بتاعت العصر هيبقى شغال على كونتاكت واحد اللي هو ايه؟ 6 بي. واليمين شمال هيبقى شغال على 3 تي والكاميرا الفرعيه. روقت الدايره ولا ما روقتهاش؟ طب دايره زي دي فيها مفتاح اقتصادي وفيها مجموعه من السيرموديسكات وكام؟ لا انا هشغلها نظام واحد، هشغلها تايمر كونتاكت واحد. انك تعرف تقرا دواير، انك تفهم ديجرام، انك تعرف تتعامل بالبادي كده ايه؟ وسوري في اللفظ، هتتنطط بين الدواير. تمام.
كان في غسالة كان اسمها غسالة هوبر، التايمر بتاعها تايمر مبطل ماشي. التايمر مبطل ده كان في غسالة شوفها الفريجيدير. التايمر ده كان دايما بيبوظ نقطة من نقط الكبستورات الموتور. كنت بعمل ايه؟ وده كان التايمر ده كان ثمنه ايام الرخص 350 جنيه 400 جنيه في عز ما كان تايمر زانوسي ب 75 جنيه. شايف الفرق؟ مش عشان تايمر اجنبي وتايمر مش معروف والكلام ده كله. كنت بعمل ايه؟ بروح جايب كباستور، كان الكباستور كان 5 جنيه. اروح جايب كباستور وطالع اشوف انهي كونتاكت اللي بايظ واروح موصل كباستورات دايما. كان بيبقى كان الشغل دي كنت بعملها يا الفني. يعني ما كنتش الكلام ده ما كنتش بعمله كان لسه ما دخلتش موضوع الكورسات والكلام دوت. فيجي التايمر مش موجود والتايمر غالي، اروح رايح عامل التعديل الصغير دوت ها ومش هقول في الكاميرا باخد كام عشان ماشي. ففهمك للدوائر، فهمك للديجرام، الديجرام هيسهل لك حركه شغل الغساله. اي دايره معاك اي غساله معاك الديجرام معاك الضفيره بتاعتها تقدر تصلحها بكل سهوله. يعني انا دلوقتي عندي غساله وليكن زي الغساله معايا الدايره بتاعتها دي، دي غساله زانوسي من ابسط الانواع. يعني جاي يقول لي العميل يقول لي او الفني يقول لي الغساله ما بتشتغلش بالحاجه الفلانيه، بمسك الديجرام وبمسك الدايره واروح عامل ايه؟ ابتدي اقول مثلا الصمام مش شغال او الموتور مش شغال، واروح جايب على وضع الستوب واروح عامل تكه 2 3 على حسب الديجرام النقطه شغاله فين، شغاله تكه كام، واروح جايب التكه مثلا تكه 20 واروح شايل الاسلاك اللي على التايمر. هل تكه 20 الكونتاكت ده موصل ولا فاصل؟ موصل. هو المفروض ان يبقى موصل ولقيته فاصل، الكونتاكت بايظ، هل التايمر بينفع ان هو يتغير؟ بينفع ان هو يتفك ويتصنفر؟ ماشي. ما ينفعش؟ طب هل التايمر دوت الجزء اللي بايظ ده ينفع احمل كونتاكت على كونتاكت؟ يعني بايظ التايمرات مثلا بالجزء النص، انهي منهم ينفع الغيه وانهي ما ينفعش الغيه؟ ينفع الغيه اللي هو اليدوي، اليدوي اللي هو 9 تي، فلو 9 تي باظ اقدر الغيه بس ما ينفعش الغي 10 تي، لان 10 تي لو لغيته وعملته مباشر الغساله هتخلص وترجع توصل تاني، موتور التايمر هيرجع يوصل تاني. وصلت؟ صح تمام. نجيب ديجرام تاني ولا لا؟ صراحة مش كده؟ كم ديجرام؟ لا الديجرامات كتير، احنا يعني عندنا ديجرام. بص يا باشمهندس دلوقتي اللي احنا هناخد فيه ديجرام ناخد حاجة من بتاع بكرة ونبدأ نتنطط ما بين الديجرامات. بمعنى؟ يعني المفروض ان احنا كنا هناخد ديجرام النهارده. لا احنا المفروض ديجرام النهارده المفروض نوقف ومش هتمشوا غير لما تعملوا الضفيره بالكامل، لما تعملوا الدايره بالكامل. يعني انت دلوقتي من اول يوم، من اول يوم في الكورس ها قلت ان مش هينفع تخرج من هنا من الكورس من غير ما تعرف تقرا ديجرام، والكلام ده يعني ربنا شاهد عليا والبنت شاهد عليا، مش هينفع تمشي من غير ما تقرا ديجرام ومن غير ما تعرف تقرا دايره وتوصلها. انا عارف ان الموضوع مش سهل، وعارف ان ممكن يكون الموضوع دلوقتي الناس اللي موجوده مش الموضوع ما وصلهاش عند كل الناس ب 100%، لان الموضوع مش بسيط. لكن انا فتحت لك الافكار وفتحت لك الحاجه، ان انت بقى محتاج ان انت اللي تعمل مجهود. انت معاك كتب سواء كتب او كتب استوديو ها، سواء مشتريها او سواء موجوده من على النت او واخدها على فلاشه، موجود معاك الديجرامات لانواع كتيره. اللي احنا الديجرام اللي احنا اشتغلنا عليه ده اسهل انواع ديجرام، اللي هو بيشتغل على ايه؟ بانظمه واحده. لكن تخيل انت لو جبت مثلا ديجرام وموجوده في الكتاب، ديجرام مثلا بتاع كريازي بيفصل التايمر، بيفصل التايمر اثناء التسخين، هتلاقي الموضوع في فتره التسخين عامل لك مشاكل. ليه؟ انت مش شغال كونتاكتين بس، لان هو موقف فتره التايمر وشغال. لو جبنا الديجرام اللي كنت مجهزه اللي بعد ده، هتلاقي ان الكاما نقطه التعويضيه اللي هي 5 تي مش عاملها لك موصل كامل كده، عاملها زي الترومبه يعني متقطعه.
يعني في الديجرام الثاني بجهزه ان احنا نشتغل عليه، عامل لك الديجرام متقطع في النقطه التعويضيه. انا يهمني هنا في النقطه التعويضيه ايه اللي هيفرق اذا كان مستمر على طول او اذا كان متقطع. الناس مش حاسس كده، لا يهمني ان هو هنا لما جه دلوقتي هنا وصل ميه. هنا دلوقتي وصل ميه وبعد كده طرد وراح موصل ميه تاني، ايه اللي حصل هنا؟ بيدي فرصه ان هنا لو الميه قطعه في الوقت ده موتور التايمر هيعد، موتور التايمر هيفضل يعد لان هو وصل له من النقطه التعويضيه اللي كانت عامله قافله على 11 13. موتور التايمر هيفضل يعد بغض النظر هو خدت ميه ولا لا، لكن لما بيعملها متقطعه بيفصل موتور التايمر وقف لغايه الميه ما ترجع. ما قفلش ميه، لو صارت الميه قطعت الغسالة رفع الوضع دوت. تمام. الافكار كتيره. الواحد ممكن يعدي في الميه. ده لا ممكن يعدي في بقى. بمعنى بس هو التايمر كده اه، بس ما ينفعش يعدي. ما ينفعش يعدي. ايوه صح. ده انا عملتها مره في غساله، كان الغساله كان فيها مشكله. رحت فاكك الكمام وعرفت ان الكمام ما هو التايمر متقفل، عرفت ان الكمام دي بتاعت كذا. وانا كنت عايز اخلي فتره الطرد تزيد في جزء معين. اه. جبت الكاويه وبقيت اشكل في الارتفاع والانخفاض. اللي ممكن انا عايز اعدل بقى على الكونتاكت. بس دي مش عند مين ده؟ عايز اعدل على الخواجه. حاجه كده خدت عايز اعدل على الخواجه. انا عملت ده وعايز ان هنا ده يشتغل في الحته الفلانيه ويفصل في الحته الفلانيه. جيت رحت عامل ايه؟ فكيت التايمر. ها؟ وقبل ما افك حددت النقط. ورحت عامل ايه بالكاويه؟ كاويه لحام. بقى تاجي. الجزء ده هو هنا موصل، كونتاكت موصل، انا عندي يبقى فاصل. اروح انا بالكاويه اروح مسيح حته البلاستيك بالراحه ومساويها، فيجي البنز ده بدل ما كان موصل نزل فيه بقى فاصل. طب حته ثانيه كانت فاصله وانا عايز اخليها موصل. ها؟ بحته بلاستيك عارف كانك بتلحم واروح مالي الفتحه دي. يعني حتى الخواجه ممكن تعدل عليه. بس عشان تعمل الكلام دوت محتاج ايه؟ محتاج فاهم الديجرام كويس قوي. حددت على الديجرام، حددت على الديجرام كل نقطه. ها؟ معاك الدايره عايز تعدل عليها. الدايره الكبيره دي كلها ممكن انت تعملها بطريقه مبسطه جدا. يعني انت لو الدايره دي انت عملتها بدون الكباستر، بدل اتنين مستويين في البريشر مستوى واحد، بدل اتنين كونتاكتين في السخان عملته حاجه واحده، هتلاقي ان الدايره المعقده دي بقت بسيطه. هو مفيش في سؤال بس اتفضل. ترمب عكس ما ينفعش اتنين يشتغلوا مع بعض. اه خالص. انت ازاي بقى في النقطه التعويضيه لو كانت متقطعه ان هو الميه وقطع العقد يفصل الطلب؟ سؤال كويس. نجيبها ونبص عليها. ايه السؤال يا باشمهندس؟ قول له قول له استاذ بس لما اطلعها. طب خلينا نشتغل على ايه؟ طلع مالك يا عبد الله. طب ما في ال ما في نعم. لا لا خلي السور موجود عادي، ما لسه في شويه نجيب بس ال لا بقى عايز ننزل عليه التليفون. ما بلاش هقول كلام وحش قوي، انت مطلع عيني. هيفضحك. ده كله والله. هنا دلوقتي اهو بنجيب الدايره بس نحدد النقطه التعويضيه او اجيبها لك انا من الدايره من هنا اهو عشان ما النقطة التعويضية هنا، استنى لو جبنا دايرة. دي هنا، النقطة التعويضية فين؟ اللي هي
تسعة تي. ما دايما كده شوية تانى عقول ازاي النقطة التعويضية هي النقطة اللي عاملها لي ما بين 11 و13 قفلة. ادي 11 اها ورايح منها على يعني طرف القرار اهو من السي رايح على 9 تي وخرج من 9 تي على 11 ومن 13 رايح على الخمسة والتسعة. فبقى التسعة دي هي نقطة ايه؟ تعويضية. النقطة التعويضية. لو جبنا الديجرام بتاع الدايرة دي التسعة دي هنا موصل فين؟ موصل في الأول. صح؟ وجيت فصل وصل هنا تاني في اي نقطه نقطه 16 19 فصل اشتغل فصل اشتغل فصل اشتغل فين نقطه الترومبه هنا الترومبه هتبقى شغاله معاها اللي فوق اللي شغاله معاها اني اللي هي 7 تي مش تنفع؟ هل الترومبه شغاله في الاول؟ الاثنين اشتغلوا مع بعض. شغاله مع ايه يا باشمهندس؟ الترومبه شغاله مع النقطه التعويضيه. تمام. بص عملوا ايه؟ مع بعض. شغالين مع بعض. والسولونايد ماشي؟ السولونايد عكسهم. فهنا ايه اللي حصل لو جينا مشينا معاها؟ الصمام اشتغل. ماشي؟ الصمام اشتغل. الترومبه اشتغلت. لما الترومبه اشتغلت ايه اللي حصل؟ النقطه التعويضيه اشتغلت. بعد كده الصمام اشتغل. لما الصمام اشتغل النقطة التعويضية فصلت ولا لأ؟ فصلت. لما فصلت يعني فصلت موتور التايمر. معنى ان فصلت موتور التايمر ان الصمام موتور التايمر مش هيرجع يشتغل تاني عشان يخلي النقطة التعويضية تفصل يخلي النقطة التعويضية تشتغل عشان تشغل موتور التايمر غير لما البنش هيروح من 11 12 ل 13. خدت بالك؟ اه. فبقى اعتماد النقطة التعويضية هنا في زمن الغسيل على ايه؟ ان البريشر على ان البريشر 11 13 هو اللي يوصل الموتور فيمشي اه. تمام. فبقاش الاعتماد على زمن زي الدايرة التانية. تمام. خدت بالك ان انت مع الدايرة بتختلف من ديجرام لديجرام؟ كونك ان انت تبقى مجمع اكبر كم من الدوائر اكبر كم من الانظمة ده اللي يفيدك في ايه؟ ده اللي يفيدك في ان انت تقدر تستنتج دوائر. كفايه كده الجرام. نوصل عملي على الله. نور نور دكتور فينا الرسمه.